في إطار التكافل والعدالة الاجتماعية وخلق مناصب للشغل وعدم تكافؤ الفرص تنقصد تكافؤ الفرص من أجل القضاء على الفقر. أما بالنسبة للدرارك ديالكم راه فرغناكم بلا لا يطري ليكم. كي البراكة اللي 30 عام وأنا كاسبها وفي الأخر ديتوا لي خليتوني مني نستدعيتكم النار 30 عام وأنا ناصب فيها على المرأة نعاودها لك كي الخرافة. جت لها ورقة قلت لها سيني باش تجينا المعاونة تاع رمضان. هذيك الورقة ماشي تاع المعاونة المرأة عندي ما قارياش. قلت لها غتسيني عليها باهي راه باش تحولها ليا في سميتي و 30 عام وهي فيها السكر والله ما ماتش بي ماتت تعرف ترى البراكة في سميتي. متفقين نصب على مرتك في البراكة انت شغلك دافا دوك صحاب الضرائب اللي ما يخلصوهمش وما لاباس عليهم تلن وما يخلصوهمش زيد الشحمه في دار المعلوف. يا استاذ راه الفقر سي نورمال وان القناعه كنز لا تفنى وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وان الله يحب الفقراء. تضرب عليا حامر بخمسين مليون دوز من حدايا وقول لي انا الله يحب الفقراء وسيدي ونعم بالله ولكن انا ما اضحك شيء لا يحب الفقراء ولكن لك لاباس عليا وسيدي ربي غيكرهني. ثم فين غادي شوف انا راه صبعين اللي كيحرجني راه كنحس بشي حاجه ماشي تا اللي غتوقع بهذا الشيء اللي كدير. والسلواوا الو السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تنعرفوك وتنعرفو عليك كل شيء واختاريناك تولي معنا واللي حليت على فمك حقوها ليك ولكن تولي تشد فمك شويه. دابا نحل فمي ولا نسدو؟ شد فمك. شكون نتوما بعدا؟ حنا الاسياد. وفي الحقيقة الصبر مفتاح الفرج اللي فقيت حتى دابا يغني الله يوم القيامة وكما قلت لك الصبر مفتاح الفرج وإنما على العسر يسرا واللي ابتلى ربي بالفقر راه حبه وإنما أجركم عند الله. وسي الفقي يلا كبارك دابا طططططططط شك تبدل شي ياك ما هما مرحبا بك.